بريميرو فايكنجز ونحن وفيرتس بتاعت ففي مستخ في مستهل فهما جولاته كبلد ساحل اختار أنغولا لتكون الدولة الأولى واحتجاج تو ذا باريس في اجريمنت هذه الزيارة لتقبل لعدد من الحياة الدول السياسية الأفريقية. سيغنيفيكا ديزير ك هذا معناه الريلاسيونز انتر انغولا أن اي العلاقات بين تشيلي مصر وأنغولا سنتيدش لا مايز الطا كونسيدراسيون كير بلا هي بارت دي سي تشيلي علاقات دي مهمة كونسيدراسيون تامبين بلا بارت بلا بارت انغولا نو للرئيس اي فيمو المصري زوم تيت ا تيت وللحكومة انتس المصرية تو انكونترو انتر اس دواز ديليغاسيونز قبل اللقاء Aproveitando a الوفدين oportunidade المصري para passar والأنغولي. revista às relações bilaterais entre os dois países تبادلنا ao الحديث nível أنا والرئيس da المصري حول cooperação entre العلاقات os dois المصرية países, الأنغولية Angola e o Egito. ومجالات التعاون المشترك. Identificamos as áreas de interesse, aquelas em que gostaríamos de ver o investimento incrementado, وحددنا بعض nomeadamente مجالات التعاون agropecuária, o turismo. خاصة في مجال الزراعة وتربية الاندروجيا الدواجن فارماسيوتيكا والسياحة اريا وصناعة نوتريز الدواء داش ومجال تكنولوجياز دي صناعة انوفاسيون الدفاع سيبر سيكورانسا ومجال الأمن المعلوماتي. بارا سيتار ابيناس هذه الكونس دوس دومينيوس ان ك بعض من اكزيست المجالات او التعاون انتريس المشترك ريسيبروكو ان ريفورسارموس اس نوساس ا نوسا كوبراسيون ايكونوميك وسنعمل على تعزيز التعاون في Igualmente, هذه المجالات identificamos o setor das águas, وكذلك في مجال o المياه setor الشرب das obras públicas, da construção وفي مجال de المرافق infraestruturas العامة públicas والبنية التحتية. e neste domínio o presidente وفي مجال Abdel Fattah البنية التحتية فخامة الرئيس Deu-me a عبد الفتاح conhecer السيسي que o Egito construiu nos últimos anos várias cidades de raiz, في عصره incluindo uma nova فخامة capital الرئيس que عبد será الفتاح السيسي تم inaugurada تشييد pelo عدة final deste مدن ano. جديدة Portanto, ومنها há العاصمة interesses الإدارية egípcios الجديدة. وبالتالي الشركات deste terreno da المصرية construção civil في هذا que المجال trazem essa experiência لديها خبرة do Egito عريضة para Angola e nós يمكن agradecemos uma vez que o nosso país أن está em تقدمها construção. Ainda temos لأنغولا muito por construir. التي E تحتاج a concorrência ainda deixa للكثير bastante من espaço أجل para que outras empresas de construção civil possam بنيتها entrar التحتية والتنمية. no nosso mercado. وهكذا يمكن للشركات المصرية العمل في Passamos também revista ao السوق estado الأنغولي. da situação de paz e segurança no nosso continente, تناقشنا في مسائل conflito no corno da África, الأمن والسلم situação em Moçambique, في na القرن República الأفريقي Democrática do Congo, في na موزمبيق região في do Sahel, كونغو todos aqueles países que estão afetados pela في كل instabilidade هذه المدن criada na الأفريقية Líbia. التي تأثرت Bom, بسبب الأوضاع في ليبيا o mais recente conflito que surgiu وفي الصراع num الأخير في país por السودان sinal é vizinho do Egito, portanto toma وهو referência ao Sudão. بلد مجاور لمصر. E ambos defendemos a necessidade نحن de trabalharmos, quer نرى دورة a العمل Confederação Internacional المشترك. da Região dos Grandes Lagos, da qual o Sudão é membro, لا ننسى quer a Liga Árabe, أن da هناك qual também نعمل o Sudão é مع membro, جامعة الدول العربية e o التي Egito الاتحاد também الأفريقي membro. وكلهم Portanto, estas ومصر duas فمصر والسودان organizações كلهما جزء trabalharem من de هذه forma الآليات coordenada no الدولية. sentido de vermos se فيجب encontramos أن as نعمل melhores أن soluções para ننسق معا a من busca أجل da إيجاد paz definitiva no Sudão. أفضل ما يمكن أن نصل إليه في مجال É evidente que إقرار no السلم encontro deste والاستقرار في nível السودان. vemos outras questões, como por exemplo تناقشنا كذلك في عدة a مجالات necessidade dos países que são banhados pelo Rio Nilo في مجال التعاون بين criarem بلدان todos este bem التعاون النيل precioso que a natureza nos dá, وأهمية que é a água. Portanto, como sabemos, o Egito, o Sudão, مشاركة a Etiópia النيل partilham um bem comum que é o Rio Nilo. والبحث المصلحة E, المشتركة بين portanto, o الدول Rio Nilo não pode المصب ser razão de conflito, mas والدول pelo المنبع. contrário,
razão de união entre esses فلابد três أن يكون países نهر النيل أن يكون e saber مصدر onde mal للوحدة entendido. Portanto, há toda وتسوية necessidade de سوء sentar الفهم. e فعلى conversarem الجميع أن يجلس para لطاولة الحوار encontrar a forma de todos beneficiarem وإيجاد deste bem المصلحة que não é المشتركة حتى particular de um يستفيد. dos países, mas é فهذا de todos المورد eles, do ليس Egito, do Sudão حق لأي دولة بل e da Etiópia. هو ملك للجميع. Na política internacional في é quase العلاقات الدولية incontornável a necessidade de também falar ناقشنا الحاجة conflito que neste momento mais aflige o mundo, estamos a referir ao لإيجاد آلية conflito تسوية Rússia-Ucrânia النزاع الروسي e الأوكراني. houve identidade de pontos de vista, tanto Angola e Egito, entendemos ambos وقد توافقت a مصر وأنغولا necessidade de حول em ضرورة quanto tempo pôr-se fim a este conflito إنهاء هذا que الصراع tem في causado أقرب وقت um ممكن. conjunto de várias crises, crise humanitária, فقد crise سبب de segurança, crise هذا energética, الصراع في crise عدة alimentar أزمات، e أزمة que إنسانية وأزمة se não se tiver alguma استقرار. cautela pode descambar para um conflito de لذا dimensões bem maiores, يمكن أن bem يؤدي maiores هذا do الصراع لأبعاد que teve lugar há أخطر quase مما 80 نتخيل. anos atrás, portanto, a Segunda Guerra Mundial. منذ فهي De forma geral, من foi أكبر isso. الأزمات Dizer منذ que, الحرب العالمية الثانية. embora seja uma visita curta, mas ela é, nós consideramos uma visita bastante, bastante proveitosa. هي زيارة Aproveitamos مهمة. muito antecipadamente convidar o presidente Abdel Fattah al-Sisi لذا ندعو para فخامة الرئيس honrar عبد الفتاح a sua السيسي presença aqui em Luanda em novembro de 2025, أن يزورنا في quando Angola نوفمبر comemorar os seus في 50 anos 2025 de independência, o que حينما foi سنحتفل بمرور خمسين prontamente aceito, عاما embora على formalmente استقلال façamos mais دولة tarde. أنغولا. O presidente فخامة al-Sisi الرئيس عبد الفتاح convidou-me السيسي a visitar o Egito na دعاني primeira لزيارة oportunidade. مصر في أقرب وقت ممكن. É evidente que aceitei o convite, أرحب بهذه consegui الدعوة verificar esse الكريمة facto e, através dos canais diplomáticos, então vamos acordar a وسنعمل oportunidade de fazer a visita. Muito على obrigado, إجراء Presidente كل الترتيبات Abdel Fattah. الدبلوماسية الضرورية لإتمام هذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا، السادات والسادة الحضور، اسمحوا لي فخامة الرئيس أن أنا أعرب عن اعتزازي وتقديري كأول رئيس مصر por minha visita aqui como primeiro presidente egípcio a visitar Angola. Essa visita foi demorada por 3 anos, porque já tínhamos planejado para realizar antes da pandemia da Covid, que durou 2 anos, que afetou a nossa promoção e o nosso planejamento para realizar essa visita ao seu estimado país. Permita-me dizer que a sua boa recepção e hospitalidade que recebemos, nós apreciamos com muita satisfação. Na minha visita à Angola, a um país africano irmão, eu tinha interesse como primeiro-ministro a visitar Angola, visitando dentro de um plano de visita aos países irmãos africanos. لزيارة الأشقاء الأفارقة. ونحن نفتح مسار للتعاون في مجالات عديدة مثل تشجيع العلاقات في عدة مجالات وتبادل الخبرات والتعاون في عدة مجالات مثل التجارة الخارجية، السياحة، والأمن ومكافحة الإرهاب. وهناك فرص للاستثمار بين أنغولا ومصر.
نحن لدينا أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل في مجالات التعاون المشترك في مجال البنية التحتية والطاقة. في حقيقة الخبرة التي خلال خبرة 7 سنين من بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة. نحن على استعداد للتعاون مع أنغولا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا الاستثمار في السوق الأنغولي من خلال لجنة مشتركة لبحث الفرص المشتركة من أجل إعداد وتعظيم التبادل التجاري وتعزيز الصداقة المشتركة من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة. سندعم التعاون في باقي المجالات. وكذلك تحدثنا حول التحول الرقمي والخصخصة وتجربتنا في تجربتنا الحالية في مصر حتى نتحول للاقتصاد الحر وتشجيع التعاون في مجال الاستثمار. وتحدثت كذلك مع فخامة الرئيس حول التعاون الدولي والقاري في مجالات التعاون المشترك للبلدين وكذلك في مجال الأمن. وكما ذكر فخامته دول مثل الصومال والكونغو وليبيا وأخيرا السودان واتفقنا حول أهمية بذل أكبر قدر جهد من الممكن من أجل الاستقرار وتحدثنا أخيرا عن السودان في 8 أسابيع الماضية وعملية وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لإنهاء هذا الصراع. في خلال هذه الأسابيع حوالي 200,000 سوداني نزحوا للحدود المصرية وبالتالي قد أثر الصراع السوداني على مصر بشكل كبير وكذلك أثر الصراع في ليبيا على مصر. لذا لابد من استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية وعلينا أن نعمل معا من أجل إنهاء الصراعات. أنا والسيد الرئيس نوجه رسالة لأشقاء في السودان حول أهمية وقف الإطلاق النار حقنا للدماء وبدء الحوار لتحسين الحياة لشقائنا في السودان. وحول مشروع سد النهضة نحن ملتزمين بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام ونحن تحدثنا عن اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي فلأشقنا في أثيوبيا الماء هو مورد هام ولكن لمصر هو المورد الوحيد لنا
كثير من الأشقاء في أنغولا لا يدركون أن مصر دولة، أن 90% من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وخصب وصالح للزراعة. لا أريد أن لابد أن نبحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات في روسيا وأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. مرة أخرى أشكركم على الدعوة لزيارة أنغولا بمناسبة 50 عام على استقلال أنغولا. سيسعدني استقبال معالي في مصر ورد حفاوة الضيافة التي أحطنا بها هنا. الآن تصريحات، شاهدنا تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هي لحظة إعلامية حيث تم تقديم في مؤتمر الصحفي.